عشان خضر المبنى. ناجي فرج مصباح سعيد الطابوني التابع لإدارة خدمات المستهلكين شرق بنغازي، دائرة خدمات المستهلكين شرق بنغازي، صفة رئيس قسم الشؤون التجارية بدائرة خدمات المستهلكين شرق بنغازي. ونحن في صدد تنفيذ القرار الصادر من الحكومة بتاريخ 2/2/2023 إلى 30/6/2023 بإعفاء الديون المتراكمة للاستهلاك المنزلي بالكامل بمجرد انخراطه بسداد الأقساط المصرفية، وكذلك الإعفاء من المستهلك التقديري والمخالفات للناس الغير متعاقدة مع الشركة العامة للكهرباء. نأمل من كل مواطن أن يستفيد من هذا القرار، ولكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.